طبعا ذلك الله نستقبل في الاستوديو احد الشباب وهو ممثل مسرحي علي ديدا لا نستقبله ذلك معنا ياكي قدم لنا نموذج وانا لا نخاض ونخليه هو يقدم لنا هذا النموذج اللي عنده وبعده لا نحاور شوي حول هذا النوع من الدراما المسرحيه. لماذا اضحك؟ لماذا ابكي؟ لماذا يضحك الناس ويبكون؟ الذين يعتقدون بأن المغالاة يتصورون أن الضحك علامة فرح وأن البكاء علامة للحسن، أغبياء بلهاء مشانين، يقولون أنني مجنون ومجنون يقولون أنني لأنني اكتشفت لعبة الزيف المغشى لبصائر هذا البشر، مجنون من لم يسر في القطيع ومجنون من لم يصبح حرباء تتحول بدرجات الطقس النفعي. الكذب، كن كذابا أفاكا وإلا فإن أرصدة الجو ودرجات الحرارة كفيلة بجعلك في الدرجة 99. ماذا يسمى التلصص على أملاك الدولة؟ على ذروات الشعوب؟ على عقول العامة؟ هل هي فضيلة تنضاف إلى فضائل الرذائل المشكلة للعقل السليم؟ وف للعقل السليم إن كان كذلك، وللمنطق القويم إن كان الرذيلة بقدر ما تدنت إلى أسفل السافلين. أترون؟ لقد نجحت وحدي في الباكالوريا، لقد نجحت وحدي في الباكالوريا، لكن فقط اللائحة التي ألصقوا وأسموها اللائحة الرسمية وضعوا عليها ختم مدير التعليم الثانوي، وأنا وضعت ختم محمودين التاجر زوج أختي. ما الفرق بين التاجر والمدير؟ ما الفرق بين التاجر والمدير؟ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. آه من عقل يعقل الحق عن إعلان صحوته وحسرته من منطق قائم على التحايل والترصص. لماذا تخون متاعين؟ وهل كيف ستذوب؟ ومن سيقنع من أن ما هي أخت لها في الرضاء؟ آه ثم آه متى من أين راجفة؟ لماذا تسامر كيف في مغنى انفرادي؟ سؤال دهشة بكر، جواب تخدره خرافات الرقاد. لا شيء يبدو واضحا وجلي المعالم في هذه العتمة المستبدة التي غشت الأفق وخلعت على المداج الباب ظلمتها لكأنها سقرة من عناقيد الحيرة والضياء. أذهلت العقول في غياب والألباب في سبات عميق عميق جدا، وها نحن نحث الخطى خلف سراب الدهر مستظلين ظلال الوهم، خطانا إلى المجهول منتعلية تيه نجري وراء خريطة ذكريات، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. يطول العان ذاتي توأم الوقت سفري إلى أين المسير؟ كيف المسير؟ متى نصل المورد؟ هل سنحمد الثراء؟ أين هنا تابوت هذا الليل البهيم؟ وما من قبس نصل فيه ولا هدى؟ لماذا قدر علينا اشترار الماضي؟ أين المفر؟ أين المفر؟ أين المفر؟ لا مفر؟ لا مفر. لماذا؟ أتراني أحلم؟ أيكون هذا السكون المربك والظلام المخيف حولي؟ أتغاضى أحلامي وسيناريو زيف لما أتت عليه من رؤية الزيف والكذب والخديعة والنفاق؟ ثم ليأخذ حرف العطف في هذا المعنى وسيء أنفاسه. إذا متى سوف أصحو؟ تقول لي قيمة الأشعار أحجية هذا الزمان فسر في عمقه مذله. ألم أقول لكم؟ ألم أقول لكم؟ ألم أقول لكم؟ بلى قلت لكم لولا أنكم كنتم تكذبون. سرحت طويلا طويلا سرحت فضللتم في غيكم تعمهون. حاولت أن أفتح نافذة الضياء، حاولت كثيرا لكن أكثركم للحق كارهون. مددت يدي إلى شاطئ الحقيقة مددتها بريئا كمن يهوى لأول مرة، كعجوز يقص الوقت كي لا يفوت نشرة الأخبار. بريئا مددتها لكنها قطعت. تعودت من غرق في بحر ذاكرة الأوهام، تخطفكم أمواج ماضي تعيشون على بقايا فتاته وتندبون أطلاله، صرتم تخافون البر، تخافون الحياة، تخافون الحقيقة، تخافون الزمن. إلى متى؟ إلى متى؟ إلى متى سيظل يصطفكم هذا الماضي بحبال أمجاد ومعاذرة تآكلت، صارت في متحف التاريخ للإضاءة والدرس في المستقبل؟ أنفضوا جيوب ذاكرتكم إنكم يا أهل النهى مفلسون. مفلسون سوى من رائحة أطر الماضي الذي مر بكم ذات لحظة أرس، ثم لم يقمه إلا الذكريات والرماد. لا أنسى. كيف أنسى وقد لبثت فيكم سنين عددا؟ لا أنسى ذات مساء خريفي مؤتمن كحياتكم، لا صوت يعلو فيه سوى ما يعتري الشجر حين يقص على عزف نسيم يتسلل بين اللحظة والأخرى كأنه خجل. كان مساء هادئا كدمائكم رغم الحرارة. سمعت جدي يقول اللي ما يسمع لك ما تنفو. الآن أدرك، لكن سأزيد هنا على حكمة الأجداد وأقول اللي ما يسمع لك لا تنفقوا. الزمن الذي أقنعكم بما ملأتم به جيوب ذاكرتكم هو نفسه من سيقنعكم بعكسه. والآن انظروا للسماء، من يقنع الأرض أن السماء من يقنع السماء أن الأرض تحية طيبة لعلي ديدا. علي ديدا احنا قاعد ماتين لاهين
ما تينا كاع لاهين نسولوك باللي انت جاوبتنا بهذا التمثيل وهذا المشهد المسرحي على هازم لسي لكنا نسولوك ولا نحيو كاملين تحية طيبة على الجودة وشكرا جزيلا لك إلى حلقات قادمة إن شاء الله ونستضافوك سواء عن قرب أو عن بعد حسب بعض المعلومات اللي عندي شكرا جزيلا تحية طيبة